بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الحمد لله تم الانتهاء من بطولة نادي مليحة لمؤسسات المنطقة الوسطى، وشاهدنا المباراة النهائية والحضور صراحة من المؤسسات ومن الجمهور، والحمد لله رب العالمين. هذه البطولة استمرت لي 15 يوم بمشاركة 10 مؤسسات في المنطقة الوسطى، وكانت البطولة تشمل كرة القدم وكرة الطائرة، والحمد لله لاحظنا التواجد الكبير من الجمهور ومن المؤسسات المشاركة، ونشكر كل المؤسسات المشاركة، وبالأخص نشكر بلدية مليحة على تعاونها ودعمها لنا في هذه البطولة.